هلا فيكم من جديد. طبعا بقلب عصري سريع وحيوي انطلق امس برنامج لايف ستايل على ام بي سي 1 عشان ينقل لنا واقع الشباب العربي في 24 دقيقه يجتمع فيها 6 شباب وبنات ويناقشوا مواضيع منوعه تدور حول عالم التكنولوجيا، الرياضه، الموضه، الصحه، السينما والموسيقى وغيرها. خلينا نشوف. احنا سوينا له ريميكس، حطينا موسيقى صباح الخير يا عرب. خلينا نتعرف على سارلين، عبلة، لانا، نادر ومحمد معنا من لبنان، ومؤيد بعد شوي حنكلمه من الرياض. صباح الخير عليكم كلكم والف مبروك البرنامج الجديد. صباح الخير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. والله من الست اقدر اعرف انه برنامج يعني حلو وفن شبابي. قولوا لنا ايش، كيف حماسكم في الموضوع وكيف حتى حتكون اصداء البرنامج؟ والله احنا كلنا متحمسين جدا، مبسوطين باول حلقه وبرد الفعل من اول حلقه. ان شاء الله بقيه الحلقات كلها تعجب كل الجمهور، وكلنا مبسوطين ببعض. يعني انا عن نفسي مبسوط بكل التيم. يعني امبارح كنا كتير موترين وعطلانين هام، بس من بعد ما خلصنا الحلقه طمنا وحسينا انه هيدي رح تكون بدايه لمشوار طويل وحلو كتير. وانا فرحانه بزاف، جمعنا كاملين من كلنا مختلفين، يعني اي شاب يقدر يلقى راسه في اي واحد فينا. صراحه كانت تجربه مره حلوه، زي ما قالوا احنا كلنا مبسوطين ببعض، كلنا صرنا اصحاب في الواقع. فدائما احنا نقول احنا مش مذيعين في هالبرنامج، احنا اصحاب نقول لكم اخبار بتهم كل البنات والشباب، ويعني لا حد يفكرنا ان احنا مذيعين ابدا، احنا بالعكس يعني كنا نسولف مع بعض. وانا اضيف على ذلك ان كل اللي قالوه مع بعض. مع بعض. هو لا، هو هذه فكره البرنامج، وهذا اللي احنا متوقعين نشوف، انه انتم يعني شله اصحاب وبتتكلموا في مواضيع تكون جدا واقعيه، خاصه اللي قدكم. طبعا ما شاء الله انا شايف انه كل شخص منكم في بلد، جاي من بلد معين، بس عندكم كثير قواسم مشتركه في الهوايات، الاهتمامات، فكيف حنشوف هذا الشيء في البرنامج؟ مزبوط. فور اكزامبل انا عندي الموضه، يعني كنفهم في الموضه، يعني اختصاصي هي الموضه، فانا غنعطي داك ام غانا اد تو ذا شو هاد الانطباع والستايل ما شاء الله عليها، هي متالقه بهالسوالف. انا بالنسبه لي متخصص بالتكنولوجي والالعاب والكره، اي فاتوقع نادر انت شو؟ انت عارف يعني انا عارف شويه. بصوا عامه احنا كل واحد ليه تخصص لوحده وهو التخصص بتاعه، بس الاكتر كلنا برضو بنبقى فاهمين في كل المواضيع عشان بنتناقش فيها مع بعض. زي ما محمد واخد تكنولوجيا، عبله الفاشن، انا مثلا السينما، الفن، الاخبار الرياضيه وبقيه الاخبار. فلا، وكلها مواضيع مش بنتكلم فيها بطريقه المذيعين، احنا بنتكلم صحاب فعلا، لان احنا يعني ايش قصدك بطريقه المذيعين؟ يعني انا بفهم، يعني مفيش اي حاجه متغيره. ايش قصدكم بطريقه المذيعين؟ يعني انا ماني فاهمه، احنا انا ايش بسوي هنا يعني؟ لا 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 يعني بلا الالقاء لا 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 احنا كلنا حبنا احترامنا للمذيعين، بس انا اقصد ان احنا اكتر صحاب، بنتعامل عادي جدا بطريقه فري جدا، ما فيش حواجز بيننا بالظبط. يعني انا عن نفسي مثلا انا متخصصه اعلام وعندي خبره اعلاميه، فانا المذيعه هنا على قولتهم اللي بزياده اسلوب المذيعين، بس يعني لا انا لغيت هذا الشيء واستعملت الاشياء اللي تعلمتها بالاعلام وصرت اني اتصرف بطبيعتي بشخصيتي، لكن هي هذه انا سارلين، يعني الفرفوشه مش الرسميه مره. فيا هذا قصد انه يعني احنا كذا مش رسميين، بنخالف بعض بالراي، بنقاطع بعض في اراء مختلفه. عفويه بزياده. يعني ونادر قال شغله انه بنعمل كذا فقره، كل حدا مخصص بشيء مزبوط، بس بهذا المشوار بدنا كل حدا يجرب مجال جديد على حاله. طبعاً لنفرجد للجمهور اللي هو من عمرنا كمان انه فينا نجرب قصص جديده ونكتشف حالنا مع بعض بهيدا المشوار. 100%. وساره انا عايز اعرف رايك انت بقى عن الحلقه بتاعت امبارح، اول حلقه لينا، قولي لنا رايك. انا والله يعني ما حكذب عليك، انا ما لحقت اشوفها، يعني احنا لازم نصحى الصبح بدري ولازم نحضر للبرنامج، بس اوعدك الحلقه الجايه اشوفها. لكن انا انصحكم كاخت كبيره، اول شيء لا تتوتروا، كونوا نفسكم. وفكره اصلا فكره المذيع هذه راحت من كل
البرامج مو بس من برنامجكم، يعني هي حلو الواحد يكون قريب من الجمهور، يكون على حقيقته. هذه المناقرات انت تشوفوها بيني وبين هاني وبين هلا، يعني هذا الشيء صار في اغلب البرامج، وهذا اللي المشاهد يحب يشوفه هذه الايام، انه يحس انه لانه انتم بتدخلوا بيوت الناس، فانتوا تبوا تكونوا معاهم في مواضيعهم في احاسيسهم. فانا اتمنى لكم كل التوفيق، بس كمان مؤيد حيكون معاكم. مؤيد هو موجود في الرياض، لكن ما متى حيجيكم على بيروت؟ عندكم فكره ولا لا؟ ناطرينه صراحه. تستنوه؟ لا والله بعد لا لسه، بس لسه يعني ما في شيء اكيد، بس احنا كلنا ننتظره، لانه يعني صراحه يعني احنا ست شباب، فاكيد هنا يعني نتمنى يكون معانا. اولا نبغى نتعرف عليه شخصيا، نبغى يشاركنا اللحظات اللي احنا نعيشها، وعم نجرب قد ما فينا نحسسه انه هو فعلا موجود يعني معنا، يعني من هالعائله، حتى لو هو بعيد. يعني بندق له فيديو كول ونحكي من خبره شو عم نعمل، وبنبعث له فيديو، موجود في قلوبنا، موجود في قلوبنا هو، خلاص عادي. يعني حتى لو ما كنت موجود بنحسسك ان انت معانا، اكيد نحتفل مع بعض، نقول ارائنا مع بعض، كانه موجود. احنا والله حاولنا ندق عليه ونكلمه، بس كان في مشكله في الصوت، احنا كنا حابين انه نكلمه، لسه بنحاول نجرب، لو ظبط الصوت حنتكلم معاه. هذا مؤيد موجود هنا، لكن الصوت مو ظابط. مؤيد احنا شايفينك، اذا ما اعرف اذا هو يسمعنا. لكن شباب خلينا اسالكم، سامعنا؟ اوكي، طب احنا خلينا نجرب نسمعك. صباح الخير يا مؤيد. احنا مو قادرين نسمعك، فخلينا نجرب الصوت مره ثانيه. لكن شباب خليني ارجع لكم، كلموني عن الفقرات اللي موجوده في البرنامج. اوكي، الفقرات اللي موجوده حتكون موضه، حتكون رياضه، حتكون اخبار سفر، اخبار كل شيء، متنوعه جدا. والحلو ان كل واحد فينا مختص بشيء معين. يعني اليوم انا نادر يجي يكلمني عن الرياضه، جد لما يكلمني كانه قاعد يكلمني برا الاستوديو، انه في معلومه جديده راح تنطرح علي. فاحنا نراجع ادوارنا ومعلوماتنا، ولكن بنفس الوقت قاعد نتثقف فعليا بالاستوديو. ف شيء جميل انك تاخذ معلومات من كل مجال عشان تحس ان انت في كل شيء فاهم، مو بس احنا، يعني احنا والمتابعين. ودائما عندنا مسؤوليه انه بدنا نجيب معلومات طلع عصريه، يعني هلا طلعت يكون الشباب بطريقه معينه، يعني مش بس نطلع ونحكي عن مواضيع كلنا بنعرفها، لا، بدنا نفيد بطريقه اعمق. خاصة مثلا مثل اليوم عندنا فقرة خاصة بالصحة، ما رح أخبر أكثر عنها. بس لا عن جد بنصح الكل يحضرها، لأنه مفيدة لكل اللي من عمرنا، وحتى الأكبر كمان، يعني حضروا على السبعة. كمان عندنا ضيوف اللي عندهم الجديد، يعني أب تو ديت، أي واحد يونغ شاب صغير عنده شي اخبار جديده ولا قام شي عمل جديد، هو غيكون معنا ضيف. عايز اقول لك يا ساره ان فعلا لما مثلا محمد بيجيب فقره ليها علاقه بالتكنولوجيا، كلنا بنبقى واحنا بنسمع الفقره احنا مبسوطين ان حاجه جديده عندنا، يعني ما عرفناهاش قبل كده. عبله بتكلمنا عن حاجات ليها علاقه بالفاشن، انا لو بقول حاجه ليها علاقه بالسينما، بالفن، بالتصوير، بالميديا عامه، بيبقى كله متحمس ان بيعرف معلومه جديده، بيبقى بيثقف نفسه في حاجه جديده ما كانش مهتم بيها قبل كده. فيا ريت تبقى كلنا بنجيب معلومات. بالضبط، مو بس كذا، احنا عندنا اشياء اكسلوسيف، يعني ان شاء الله حلقه الخميس فيها مفاجاه. عندنا يعني ايش قولوا لنا ايش المفاجاه؟ ايوه، لا قولوا لنا، ناس تصدر اشياء من خلال برنامجنا، احنا نحب المفاجآت. انا عادي، انا اعرف الاخبار قبل الناس، بس ان شاء الله حلقه الخميس. اوكي، بس احنا متابعين، كل المتابعين صباح الخير يا عرب يسمعونا، يعني لا ترى المتابعين صباح الخير يا عرب يعني يحتفظوا بالاسرار، لا تخافوا، فقولوا لنا السر يوم الخميس. صعبه؟ لا ان شاء الله الخميس بيكون عندي انا، بس بقول شو بيكون عندنا كاتب جدا معروف. اوكي، راح يعني يعمل مفاجاه من خلال برنامجنا، وبتكون ان شاء الله مفاجاه مره حلوه. وهذا شيء مره احنا فخورين فيه، ان احنا ببدايه برنامجنا عندنا ناس قاعده تطلق اشياء جديده في هذا البرنامج، وهذا فخر لنا ان احنا نكون المحطه الاولى لهذا الانطلاق. فانا اقول لكم احنا عندنا اشياء مميزه، واشياء كثير 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 مخبايه، ومفاجات كثير. فانا اتمنى ان كل الناس اللي قاعده تشوف صباح الخير يا عرب تابعنا، لان كل يوم راح تتحمس لليوم اللي بعده بالحلقات الجديده. برافو، برافو عليكي، هو هذا التيزر الصح، وكذا انت بتشد الناس وتخليهم يتفرجوا البرنامج. احنا مؤيد معنا جاهز، خلينا نصبح عليه ونبارك له كمان البرنامج. مؤيد يا ريتك كنت في بيروت، لكن احنا برضو لقيناك من السعوديه. اهلا وسهلا فيك يا مؤيد.
يا اهلا وسهلا فيكي وصباح الخير لكل المشاهدين. مؤيد مبروك اول شيء للبرنامج، قل لنا ايش اختصاصك ولا انت ايش حتضيف في البرنامج، ايش فقرتك؟ انا بما اني في السعوديه صراحه حستغل الموضوع هذا، حقدم فقرات من هنا من السعوديه، حسوي تحديات، حجرب اشياء اول مره اجربها واشاركها معاكم عن طريق البرنامج لايف ستايل. امس طبعا كنت بتصور من غرفتك، فكيف تنظر لغرفتك الان بعد ما صار انه يعني الجمهور صار كله يشوف الغرفه؟ رتبتها شويتين، دهنت بوي، ايش سويت؟ شوفي انا امس جيت الرياض عشان عندي تصوير هنا للتحدي الجديد اللي حينزل ان شاء الله في الحلقات الجايه، فامس كنت في فتيل صورت، واليوم فتيل ثاني. اوكي. بكره اتوقع حكون فتيل ثالث. بس الوضع مره غريب للامانه، يعني انا هنا بين اربع جدران حرفيا لحالي، معايا جواري بس وراي هنا اللايت. قاعد اتكلم كانه مع نفسي، بس بالحقيقه في ناس كثير بيسمعوني. الوضع غريب شويه لكن في نفس الوقت تجربه حلوه. يعني احب اقول لك انه هذا احساسي لما اقدم البرنامج لحالي، فاحساس متشارك، ولا تحس انه انت الوحيد اللي بتسوي هذا الشيء الغريب، كلنا بنسويه. لكن ابغى اسالك ايش اكثر موضوع يشدك وتحب تتكلم عنه في الحلقات الجايه ان شاء الله في البرنامج؟ في البرنامج بالعكس احب الاشياء اللي فيها الرياضه، الاشياء اللي فيها الفتنس بشكل عام. انا يعني تخصصي اللايف ستايل، الفتنس والفاشن، هذول الثلاثه، بس تركيزي حاليا على اللايف ستايل والفتنس. طيب سارلين، عبله، لانا، نادر، محمد، حابين تقولوا شيء لمؤيد؟ مستنيينك يا مؤيد. ناطرينك بينك بس عليك. تعال بسرعه، الله يخليك. خلاص احنا يعني نحس زعلانين شويه انه هو مو قاعد يشاركنا لحظاتنا، يعني بعد ما خلصنا اول حلقه كيف كنا فرحانين، كيف وي سيلبريت. فصراحه يعني وجوده يعني لازم يكون موجود. وعده بس يرجع انه مش رح يقفش يا حاله، يعني رح نرجع نعيد هاللحظات ونعيد الدهرات ونعيد العشاوات والغدوات كل هول. خلاص اكيد هم في انتظارك يا مؤيد. وبعدين مؤيد ادي لك كذا نصيحه، دائما في بدايه البرامج دائما كذا تكون في اغلاط بسيطه مو عاملين حسابها، فهم خليهم هم يتدربوا بعدين انت رح لهم على التقيير. خلاص كذا زبط الموضوع. نقول لكم الف مبروك يا شباب، واحنا متحمسين اكيد نشوف البرنامج، اوعدكم نشوفه اليوم اكيد.